بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل اعزائي المشاهدين في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم القهوه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقرتين. الفقره الاولى امتدادا للحلقه اللي فاتت هيكون ضيفنا وضيفكم دكتور اسلام البدري، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا استاذ عوني. هعدل بس، انا مش استاذ جراحه الاوعيه. انت يا استاذ ودي الدنيا. انت استاذ ودي الدنيا. جراحه الاوعيه الدمويه. صباح النور عليك وعلى الساده المشاهدين في كل مكان. الحمد لله. الحمد لله. المره اللي فاتت وقفنا اتكلمنا طبعا عن قدم السكري وتعريف التخصص بتاع حضرتك والفرق ما بين الجراحه العامه وجراحه الاوعيه الدمويه، ووقفنا عند سؤال مهم جدا، وهي ايه هي الطرق الحديثه او اللي ممكن نتدخل بيها لانقاذ قدم مريض من السكري. تمام. قبل بس ما نبدا، انا عايز حابب اعلن عن مبادره انا عاملها في العيادات الخاصه بتاعتي لكل مرضى الصعيد تحديدا. كنا بدانا في رمضان عملنا تحدي اسمه تحدي الخير، وقلنا ان في خصم 50% على الكشف وخصم 50% على العمليات لكل مرضى الصعيد، لان هم اهلي ولهم حق عليا. ومع ذلك في برضو ناس غير قادره تماما على تحمل تكاليف اما الكشف اما العمليات. فانا بقول هنا من عند حضرتك انه اي مريض في الصعيد من الجيزه لاسوان عنده اي مشكله في تكاليف كشف او عمليه تخص قسم جراحه الاوعيه او برانش جراحه الاوعيه الدمويه، يتفضل ينورني في أي وقت، وملوش دعوة بالتكاليف خالص، فقط طيب. هيتحمل التكلفة الفعلية لو في مستشفى للعملية أو للتدخل فقط لا غير. طيب، احنا يعني مبادرة قوية جدا من الدكتور إسلام. نتمنى أي حد بيشوفنا دلوقتي من أهل الصعيد، أي حد عنده الراجل بادر بمبادرة الخير دي، إن شاء الله يكون ليها مردود قوي وسريع، خصوصا في الأهالينا في الصعيد والوجه الإبلي. نكمل بقى نقول ايه التدخلات الحديثه وايه احدث ما في الطب وصل له الطب في انقاذ قدم المريض السكري من البتر اذا حصل فيها مضاعفات القدم السكري. طريقه الغيار حصل فيها تغير كبير جدا في خلال الكام سنه اللي فاتوا. الغيار التقليدي على مريض القدم السكري للجرح النظيف اللي بنسميه clean granulating wound، يعني الجرح النظيف اللي فيه نسيج بيتبني كويس، كان الغيار عبارة عن محلول ملح. محلول ملح فقط لا غير، غسيل الجرح بمحلول ملح ووضع شاش مبلول بمحلول ملح على الجرح. ده الغيار التقليدي. حصل فيه تطور كبير قوي، وابتدت تطلع أنواع من الجل وأنواع من السبريز مساعدة الجرح على انه تسريع الهيلينج بتاعه، يعني الالتئام بتاعه. احدث تقنية بقى طلعت في امريكا في مختبرات امريكا، حاجة اسمها تقنية النانو سيلفر تكنولوجي. تمام. ده عبارة عن مركب عملوا عليه شوية ابحاث كتيرة في الولايات المتحدة الامريكية، وهو عبارة عن بالعربي رباعي نترات الفضة، وعملوا منه اتنين فورم، هيدروجيل يعني جل وسبراي رش. وده بفايدته بقى ايه وبيعمل ايه؟ اولا هو بكتيريوستاتيك. بكتيريوستاتيك يعني ايه؟ يعني مريض القدم السكري غالبا ما بيبقى عنده التهاب بكتيري في الجرح، وغالبا برضو بيحصل مقاومه لجميع انواع المضادات الحيويه. واخد بالك؟ فاحنا بنمشي العيان على امبريلا اوف انتي بايوتكس، يعني كذا نوع عشان يغطي انواع البكتيريا المختلفه. الفكره في النانو سيلفر، مركب النانو سيلفر، ان هو بيقتل البكتيريا ويوقف نموها لوحده، ولا يعتبر مضاد حيوي، الفضه نفسها. وتدمر خلايا البكتيريا. تمام. الحاجه الثانيه انه في روابط كهرومغناطيسيه بين المركب، بين ذرات الفضه في هذا المركب، بتعمل ان هي تجذب الخلايا الجذعيه السليمه من الانسجه المجاوره للجرح وتساعد على بناء. والحقيقة أنا عايز أقول على دراسة عملت في مصر في الموضوع ده في جامعة عين شمس، وكانت طبعا ننسب الفضل لأهله، بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى سليمان ودكتور محمد إمام ودكتور محمد الصادق، ونشروا ورقة علمية وبحثية وفي مقارنة بين مركب التترا نانو سيلفر ده والغيار التقليدي، وجدوا أن الجروح بتلم
في مدة أسرع كتير من الغيار التقليدي وحافظوا على ساق المريض من البتر في باستخدام هذا المركب. طبعا دي التقنية الحديثة في الغيار للمريض اللي عنده دموية كويسة في رجله. طيب اللي ما عندوش دموية كويسة في رجله يبقى لازم يعالج يرجع الدموية لرجله ويرجع التروية الدموية لرجله باستخدام الوسائل الحديثة وعلاج تصلب الشرايين. نقف بقى. عايزين نعرف بس السادة المشاهدين ايه هو مرض تصلب الشرايين. تمام. مرض تصلب الشرايين عبارة عن مرض عام يصيب جميع الشرايين في جسم الإنسان، مش شرايين الساقين بس. وجدوا ان في علاقة بين تصلب شرايين الساق والقلب والمخ. 30% من المرضى بيبقى عندهم تصلب الثلاث أماكن دول، لكن هو عام يصيب أي شريان، شريان الكلى، شريان البطن، شريان العين، حتى شريان، يعني مش مرتبط بمكان معين، مش كل، هو مرض عام يصيب كل أجزاء، كل شرايين في أجزاء الجسم كله، واخد بالك؟ طب إيه هو بقى تعريفه؟ هو عبارة عن ترسبات من الدهون والخلايا وخلايا الدموية تحت جدار الشريان، بيسميها بليك. تخيل معايا الشريان ده حضرتك عامل زي الماسورة، ليها قطر محدد، كل شريان ليه قطر. بيحصل ترسبات جوه الماسورة دي، عبارة عن زي حجارة مترسبة داخل الشريان، حجارة من على الناحيتين. ايه اللي يحصل؟ الحجارة تضيق قطر الشريان، لما يضيق يضيقه يتقفله تماما، لما يضيق قطر الشريان يبقى تقل نسبة الدم الواصل الى الساقين، وفي هذه الحالة نسميها قصور الشرايين في الساقين، قصور الشرايين. أسبابه إيه؟ أسبابه بنسميها الويب ريسك فاكتورز، أو شبكة، يعني عبارة عن شبكة من الأسباب داخلة في بعض تعمله. إيه هي الشبكة؟ الضغط الغير منتظم، السكر الغير منتظم، التدخين، زيادة وزن الجسم، زيادة وزن، نقص الفيزيكال ان اكتيفيتي اللي هم بنقول عليها فيزيكال ان اكتيفيتي، يعني العيان او المريض او الانسان اللي ما بيتحركش خالص وقاعد طول الوقت يا اما على المكتب يا اما على السرير، بيتحرك بالعربية، طريقة حياته ما فيهاش حركة. يحصل بقى كل الاسباب دي مع بعض تؤدي لحدوث تصلب الشرايين، تؤدي لحدوث تصلب الشرايين. عظيم يا دكتور، نوقف تكة كده عشان معانا مداخلة. طيب ماشي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور اسلام؟ اتفضل استاذ احمد. اتفضل. ايوه فندم. استاذ احمد، ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا حبيبي، ازاي حضرتك؟ الله يبارك. اولا انا بحب ارحب بالدكتور الخروف اللي بيتقي ربنا في عمله، الراجل اللي فاتح موبايل 24 ساعه خدمه ورد على اسئله الناس. بصراحه انا ما اتكلمتش، مش هقدر اديله حق. شكرا جزيلا استاذ احمد، شكرا. الله يبارك حضرتك، الله يبارك. معلش اللي في عندي حضرتك سؤالين. اتفضل. الله يخليك. سؤال حضرتك يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه. اول سؤال، كيف اتجنب تصلب الشرايين وانا مريض سكر ومنتظم بالعلاج؟ تمام. السؤال الثاني، بالنسبه للسؤال الثاني، هل تصلب الشرايين يجي لمرضى السكر فقط؟ شكرا يا استاذ احمد، شكرا، هنجاوبك حالا. طيب هجاوب على أسئلة أستاذ أحمد. أستاذ أحمد سأل، هبدأ من السؤال الثاني، هل تصلب الشرايين يصيب مرضى السكر فقط؟ الإجابة لا، بيصيب مرضى السكر، مرضى الضغط، المدخنين، طبيعة الحياة اللي هي ما فيهاش حركة، lack of physical inactivity، يعني ممكن عيان ما يبقاش عنده ضغط ولا سكر وقاعد بيشتغل على مكتب، بيسوق عربيته يروح بها كل مشاويره، حركته ضعيفة جدا، بياكل أكل فيه دهون وارتفاع الكوليسترول في الدم، ده كله يؤدي لحدوث مرض تصلب الشرايين. واحد أو كل واحد أو اثنين أو كل هذه الأسباب تؤدي لحدوث مرض تصلب الشرايين. أستاذ أحمد سأل على السؤال الثاني اللي بيقول أنا مريض سكر وعندي السكر ومنتظم على العلاج، هل هيجي لي تصلب شرايين؟ ان شاء الله احنا نقدر نكونترول ان المرض ما يجيش، ولو جه
تقدمه والبروجريشن بتاعه يبقى بسيط خالص باللي انا هقوله. اولا السكر لازم يبقى مظبوط كويس، ويبقى في عندنا زيارات دوريه لدكتور الغدد الصماء لمتابعه علاج السكر وتحاليل السكر. يعني لازم نبقى متابعين تحاليل السكر كل 3 شهور، نعمل سكر تراكمي نطمن ان سكرنا في خلال الثلاث شهور مظبوط. لازم يبقى عندنا فيزيكال اكتيفيتي او ممارسه للرياضه، والجايد لاينز او التوجيهات العالميه بتقول ان كل انسان لازم يمشي على الاقل ساعه الا ثلث يوميا يوميا عشان ما يحصلوش مرض تصلب الشرايين. لازم نعمل ليبيد بروفايل او نعمل تحليل الدهون في الدم، ولو الدهون والكوليسترول عالي ساعتها نبتدي ناخد علاج. ونراجع طبيب جراحه الاوعيه بزيارات منتظمه، ممكن تبقى كل 3 شهور مره لو انا ما عنديش مشكله في القدم، يطمن من وصول تدفق الدم للساقين بطريقه كويسه. ده اختصارا يعني. عظيم. معنا في صور نعرضها كده ونشرح للساده المشاهدين عليها. احنا كنا قلنا تصلب الشرايين شرحناه، وقلنا بقى اعراضه تبتدي في الساقين ازاي. تبتدي ان المريض يبتدي يحس بكرامبس في رجله، زي بكرامبس في رجله هقول لحضرتك. بيبدا بكرامبس الاول، ووجع قفش في السمانه او في عضلات الفخذ عند المشي. ثم بعدين تغيرات جلديه على جلد القدمين، اللي هو الشعر يقع، الضوافر تبتدي تتقصف. يبتدي يحصل له بعض الالتهابات الفطريه اللي بتاخد وقت عشان تلم. وبعد شويه لو حصل له جرح لا قدر الله زي هذه المريضه، عايزين صور دي بعد التدخل. لا صوره، في صوره تانية نقلب، في صوره تانية يا جماعه غير نشوفها. دي كمان، غير دي كمان، لا مش دي برضو التاني، في صوره تاني ولا دي اللي بعدها. في العيانه دي الصباع كان جاي لنا بغرغرينا في عقله الصباع، وهي مريضه عندها قدم، عندها سكر وضغط غير منتظمين، وكان عندها غرغرينا في الصباع الكبير، والدم ما كانش واصل كويس لرجليها. عملنا فحوصاتنا، اتاكدنا من عدم وصول الدم للشرايين تحت الركبه، دخلنا بالقسطره وسعنا شرايين تحت الركبه وشلنا الجزء الملتهب من الصباع، كان لازم يتشال طبعا عشان ما يديش باقي الرجل. وبعدين اقلبوا لي الصور اللي جت في الاول، هيبان منظر الجرح بعد القسطره عامل ازاي. نقلب يا جماعه نشوف. هيبان منظر اللي هو الصورتين اللي اتعرضوا في الاول. الجرح ابتدى يلم وابتدى يبقى فيه نسيج احمر، وهيقفل ان شاء الله. عشان وصلنا اهو بالظبط كده، ابتدى يلم وبقى فيه نسيج احمر وهيقفل. وكده يبقى احنا انقذنا الطرف السفلي من الباتر، لان لو سيبنا الصباع بالمنظر الاسود اللي كان باين عليه في الاول والدم مش واصل، هيعمل بالظبط، بشبهه لكل المرضى باللغه البسيطه، عامل زي ما يكون عند حضرتك قفص طماطم وفي طماطمايه بايظه، حطيت الطماطمايه البايظه جوه القفص وسبتها، ايه اللي هيحصل؟ هتضرب في القفص كله. كذلك الوضع في مرض قصور الشرايين والتهاب القدم السكري. تمام. احنا بنعمل عمليه القسطره دي بقى ازاي؟ العالم كله دلوقتي يا استاذ عوني داخل انه الجراحه دي بيخلوها اخر مرحله، ان انا افتح بالمشرط دي اخر مرحله. داخلين في قصه المينيمال انفيزيف انترفينشنز، بمعنى التدخلات المحدوده. يعني ايه؟ يعني عيان زي ده زمان قبل اختراع القسطره كنا نفتح رجل العيان كلها من اول الفخذ فوق لحد تحت الركبه كلها كده مفتوحه، عشان نحط له كوبري شرياني يوصل الدم من الشرايين اللي فوق لتحت الركبه. خلاص، وتبقى عمليه كبيره ونسب نجاحها بتبقى قليله. طبعا الجراحه موجوده واندكيتد في بعض الحالات، ولكن القسطره مع اختراع بقى القسطره والتقدم في العلم بقى ان احنا بنعمل العمليه دي ببنج موضعي تماما بقسطره، والعيان بيروح في نفس اليوم وبتبقى بنج موضعي. يعني القسطره دي من الوسائل الحديثه لكيفيه توصيل الدم للشرايين. بالظبط، صح كده. هي فعلا من الوسائل الحديثه واللي العالم كله دلوقتي بيشتغل فيها. وزي ما قلنا مميزاتها ان عيان اللي واصل بيه الحال لتصلب الشرايين، لو حضرتك هناخد الكونكلوجن بتاع الكلام، بيبقى عنده ضغط، سكر، قلب، ممكن يبقى عنده لا قدر الله جلطات في المخ، لان احنا قلنا تصلب الشرايين الرجلين والمخ والقلب بنسبة 30% من العيانين. فتخيل حضرتك جاي لك عيان عنده ضغط غير منتظم، سكر غير منتظم، قلب عنده. مع العلم يا دكتور ان موضوع تصلب الشرايين ده كان مقصور، او معظم الناس قصراه على موضوع القلب. لا، قصور شرايين القلب وقصور شرايين الساقين وقصور التروية الدموية للمخ. احنا قلنا تصلب الشرايين عام،
هو بيجي في كل حته. اللي بيحصل في القلب بالظبط بيحصل في شرايين المخ وبيحصل في شرايين الرجل وبيحصل في شرايين الكلى وبيحصل في شرايين الامعاء. فانا بقول لحضرتك انه تخيل عيان بقى بالجنرال كونديشن او حالته العامه بالمنظر ده، ضغط قلب، سكر، جلطه على المخ، وجاي لك عنده قصور في شرايين الرجل، وانت بتقول له انا هدخلك عمليه هديك بنج هنقعد 5 أو 6 ساعات لو انا جراح شاطر عشان اعمل له توصيل شرايين. فطبعا في خطوره كبيره جدا على العيان في استخدام البنج. وذلك ميزه القسطره بقى ان احنا بنتدخل بشكه ابره ببنج موضعي، العيان بيبقى صاحي مستجيب معانا، بيخرج من اوضه القسطره بيروح على اوضه عاديه بيقعد 8 ساعات تحت الملاحظه ويروح في نفس اليوم. يعني ده سحر، ما بيدخلش حتى رعايه يعني. غالبا ما بنحتاجش ندخل رعايه، احنا شغالين ببنج موضعي. حلو. فما فيش اي تاثير على الوظائف الحيويه خالص. وكمان الجديد بقى في الموضوع ان حتى زي ما بقول لحضرتك العيانين بيبقى الحاله العامه بتاعتهم متدهوره، بيبقى بعض العيانين وظائف الكلى عاليه. وظائف الكلى عاليه دي لما تيجي توسع الشرايين في نوع استخدام بالصبغه، الصبغه دي بتضر الكلى. لا، اخترعوا بقى حاجه جديده قوي اللي هو التوسيع باستخدام غاز السي او 2. تمام، غاز السي او 2 ده هو غاز ثاني اكسيد اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. بنشتغل نوسع بيه الشرايين. خلاص، ثاني اكسيد الكربون بنوسع بيه الشرايين في العيانين اللي عندهم مشكله في وظائف الكلى، عشان الصبغه اللي انا بصور بيها الشريان تضر الكلى. فتخيل يعني التقدم وصل لايه، يعني كل يوم في جديد في مجال جراحه الاوعيه الدمويه. عظيم. وحتى الدوالي، يعني عايز اقول لك كمان حتى الدوالي اللي كنا بنفتح برضه فتحه في الورك من فوق، وفتحات صغيره كتير تحت الركبه وفوق الركبه عشان نشيل الدوالي، بقى دلوقتي ليها قسطره ليزر وقسطره تردد حراري، وبقى ليها حقن. دي كلها التدخلات الحديثه في مجال جراحه الاوعيه الدمويه. طيب، يعني احنا دلوقتي رساله بسيطه من حضرتك بتقول ان موضوع القدم السكري والاوعيه الدمويه والمشاكل الكتيره واضح ان هي متشعبه وليها كذا اتجاه. انت بتقول دلوقتي ان الموضوع ما بقاش بالصعوبه بتاعه زمان. بالظبط. يعني دكتور اسلام، يعني اي حد عنده مشكله، اي حد حاسس انه مصاب وحاسس ان الدنيا خلاص قفلت، لا، الراجل يعني دكتور مشكورا بيقول يعني الحلول ببساطه وبسهوله وبالمبادره كمان اللي قدمها الدكتور في بدايه حلقتنا. ارقامه متواجده على الشاشه، ان شاء الله اي حد حابب يتواصل من خلال مبادره الدكتور اسلام هو موجود 24 ساعه. بالظبط. انا يعني فيا شيء ما اعرفش اذا كان ميزه ولا عيب، موبايلي مفتوح 24 ساعه، احنا مقفلينه دلوقتي عشان الحلقه. كل الناس تقدر تتواصل معايا عن طريق الواتساب او المكالمه التليفونيه. عزيز. برد على الناس كلها في اي وقت، لان انا مدرك قيمه اللي احنا بنعمله. عظيم. بغض النظر عن تداعياته يعني، او يعني انا مش هرتاح، لكن انا شايف ان دي رساله، وانه ما ينفعش مريض يبقى محتاج لي وانا مش موجود. عظيم. فدي برضو بنكرر تاني على رساله، اي مريض يقدر يتواصل معايا عنده مشكله في التكاليف، ما يفكرش في حاجه خالص وينورنا، وان شاء الله هنعمل له اللازم وزياده شويتين. اه يا جماعه، اي حد من خلال برنامجنا رساله دكتور اسلام بيوجهها، اي حد عنده صعوبات مادية في تكاليف في عمليات، مراكزه موجودة على الشاشة، أرقام تليفوناته موجودة، هو الراجل موجود على مدار ال 24 ساعة. برضو عايزين نقول احنا خصينا ليه مرضى الصعيد بالذات، يعني هو مش صعيد. تميز لا، عشان انا صعيدي اولا. ولكن مش ده السبب. انا خلال فترة عملي في القاهرة وفي مستشفيات جامعة عين شمس كنت بلاحظ ان مرضى الصعيد في تخصص جراحة الاوعية كلهم بييجوا من سفر مسافات طويلة عشان يعملوا تدخل بسيط جدا 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 ما هوش متاح هناك للأسف الشديد. فبهدلة السفر وعناء السفر انا وفرتها على الناس، وبقيت انا اللي اسافر 4 أيام في الاسبوع، يومين موجود في نجع حمادي ويومين موجود في محافظه سوهاج، عشان نقدم الخدمه دي لاهالينا ونرد لهم الجميل. فده تحديدا ليه سبب الصعيد. القاهره مفتوحه، الحتت القريبه من القاهره ساعه او ساعه ونص يبقى موجود في القاهره، لكنه مش زي سفر الصعيد المرهق اللي بيبقى ياخد 12 ساعه و16 ساعه في بعض المحافظات النائيه يعني. عظيم يا دكتور. احنا كاهالي صعيد، انا برضو انت عارف ان طبعا احنا جماعه صعيده، يعني احنا كان زمان كنا بنلاقي صعوبات كبيره جدا ان حد يتجه او يبص للناس دي او للمجتمع ده
بالمساعده او بالمبادرات او بالمساعدات. دلوقتي ظهرت اكتر من مبادره واكتر من اتجاه، والانظار بقت محدده على 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 وجه ابلي بوجه خاص. ان شاء الله باذن الله تكون مبادره تجيب عامل ايجابي ان شاء الله من خلال مبادره الدكتور اسلام. قول لي بقى الحلقه الجايه هنتكلم عن ايه؟ الحلقه الجايه ممكن نتكلم عن موضوع دوالي الساقين، وده موضوع يعني في كومن جدا ومنتشر جدا، ومشاكله قد تصل الى وجود قرح وريديه او تقرحات تؤدي الى التهاب بعظام الساقين وبتعمل مشاكل كتيره، وقد تؤدي ان العيان او الشخص اللي هو عنده مشكله الدوالي دي بدل ما هو يبقى انسان عاقل ومسؤول عن اسره يقعد في البيت. يقعد في البيت حرفيا، ما هوش موضوع بسيط خالص موضوع الدوالي، محتاج ان احنا نشوف المختص ونعالجه، وان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل الحلقه الجايه وبالتدخلات بتاعته. يبقى المام الحديث الدكتور اسلام، ان شاء الله استمرارا لسلسله حلقات جايه، حلقه مثيره ان شاء الله انتظروها في الايام اللي جايه باذن الله، وموضوع مهم جدا. بشكر حضرتك دكتور اسلام، شكرا جزيلا ليك يا استاذ عوني، انا مبسوط ان انا معاك وقناه الصحه والجمال، شكرا ليك. ايوه دكتور، بعد الفاصل ان شاء الله، وموضوع مهم جدا. في ناس كانت بتقول الستات ما بتعرفش تسوق، واي حد ماشي في الطريق وجنبه واحده ست بتسوق يقول لك ابعد عنها ابعد عنها، ده ممكن تخبط ده ممكن تبهدل. وجهه النظر دي انا عن نفسي اتغيرت بشكل 180 درجه. ازاي ومن مين وايه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، استنونا.